ذكر حجاج المغرب خبر وفاة السلطان إبراهيم بن تاشفين بن علي بيوسف اللمتوني آخر ملوك دولة المرابطين بمراكش. كان مع أبيه في قتاله الموحدين رجال عبد المؤمن بن علي في وهران. وجهه أبوه إلى مراكش بعد أن ولاه عهده، وقتل أبوه بعد شهر فبويع له في مراكش والدولة في اضطراب وتراجع. وصل سلطان الموحدين عبد المؤمن زحفه إلى مراكش، فدافع أصحاب إبراهيم دفاعا شديدا فلم ينفعهم وأسر إبراهيم. ولما عرضوه على عبد المؤمن أشفق عليه لصغر سنه وكاد يأمر بسجنه، فقال له أحد رجاله: أتحب أن تربي فرخ سبع؟ فأمر بقتله ومن معه جميعا. بموته انقرضت دولة المرابطين بعد أن حكموا بالمغرب 90 سنة وبالأندلس 56 سنة.